بعد الفيديو ده استحالة عينك تبص لأي حرام تاني. ده شاب راح لشيخ وقال له يا شيخ الحقني انجدني، انا مصيبتي السودة في عينيا، دايما بتبص للحرام، دايما بتتتبع البنات سواء بقى في الشارع على الفيسبوك اي حتة، انجدني يا شيخ اعمل ايه؟ قال له بس ايه ده ده تعالى اقعد كده، وقام جايب ازازة اللبن وقام جايب كوباية ازاز وملى الكوباية دي على الاخر جدا، وقال له انت هتاخد كوباية اللبن دي وتوديها للراجل الفلاني، الراجل دوت بعد السوق اللي جنب الشيخ على طول، بس بشرط يا معلم انا هبعت معاك واحد من عندي من هنا ومعاه خرزانة، كل ما نقطة تقع من الكوباية هيلبك بالخرزانة. هيلبك يعني ايه هيلبك؟ هيضربك بالخرزانة. صاحبنا خد الكوباية وخاف عليها وحافظ عليها زي يعني، ومشي في السوق وعدى السوق وراح للشيخ واداله الكوباية ورجع تاني للشيخ اللي بعته، قال له يا شيخ الحمد لله وديت الكوباية، قال له وقعت كام نقطة واتضربت كام ضربة، قال له ولا نقطة يا شيخ وقعت ولا ضربة اتضربتها الحمد لله، قال له طيب ده كله مش مهم، الأهم دلوقتي انت شفت كام واحدة وانت ماشي في السوق، السوق اللي مليان ناس شفت كام واحدة؟ قال له واحدة؟ انا ما شفتش اي حد خالص، ده كأني كنت ماشي في الشارع لوحدي، قال له ليه يا ترى على الرغم ان السوق بيبقى مليان ناس؟ قال له بصراحة يا شيخ ومش هكذب عليك انا كنت خايف جدا على كوباية اللبن اللي معايا، وكنت خايف جدا جدا من الراجل اللي انت كنت بعته معايا لا يضربني في اي وقت يقع مني فيه لبن، قال له بس هو ده مربط الفرس، انا عايزك تخاف على نفسك وعلى قلبك وعلى دينك وعلى ايمانك زي خوفك على كوباية اللبن بالظبط، وعايزك تخاف من عذاب ربنا ومن النار ومن عذاب النار زي خوفك من الراجل اللي كان ماشي جنبك دوت لا يضربك في اي لحظة، ساعتها هتعمل مليون الف حساب لاي نظرة هتبصها حرام. انت دلوقتي صدقني طبق المبدأ ده في حياتك عينك استحالة تبص لاي حرام.